المصائب التي تأتيك ما تؤثر عليك أبداً، ما تجزع ولا تتسخط من قدر الله مهما جاءك من المصائب، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الذي قدر عليك هذه المصيبة؟ هو الله، وبالتالي تعلم أن الله أراد بك الخير وتحسن الظن في الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا أصبت بمصيبة اعلم أن ذلك من أسباب تكفير ذنوبك، واعلم أنك متى صبرت نلت الأجر العظيم، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا رضيت بقضاء الله رضي الله عنك، وإذا فعلت الأسباب التي تزيل هذه المصيبة احتساباً للأجر كان لك فيها الأجر والثواب. مثال ذلك: يجيك المرض، إيش تسوي؟ أول شيء كفارة بمجرد هالمرض، بالتالي خير لك، ما أنت ما سويت ذنوب، ما عندك معاصي، كم مرة شاهدت الحرام، وكم مرة سمعت للغيبة، وكم مرة تكلمت بلسانك بما لا يرضي الله، وكم فتأتيك هذه المصائب تكفر. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب، وشو الوصب؟ المرض. ولا نصب، وشو النصب؟ التعب. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه، فضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب يعني تصيبه المصائب في الدنيا. لا، من صالح ما حط الله لك في الدنيا، ترى من صالح خير ولا قضاء، كل قضاء يقضيه الله عليك فهو خير، وحينئذ تحصل على عمل أخروي آخر وهو الرضا بقضاء الله. أنتم تقرؤون في الأذكار: رضيت بالله ربا، إيش معناها؟ معناها كل ما حطها الله لك ترضى به، ما حطه من الأحكام الشرعية ترضى به، ما حطها الله من الأقدار الكونية ترضى به، حتى المصيبة ترضى بها. ربي حكيم، ربي حكيم سبحانه وتعالى.